نستلهم أستاذ دكتور زبير أن هذا الانتصار وهذا الفوز لم يأتي من فراغ؟ كما قلت صعب جدا أن يحافظ حاكم أكثر من 20 سنة على شعبيته، رغم أنه في تلك العقد الأخير الخبيل متحرك من الأزمات إقليمية ودولية، صراع كبير، مشكلة التضخم والتي مشكلة اللاجئين وغيره. حتى نذكر سريعا بسيرة أردوغان الذي جاء عبر انتخابات بلدية إسطنبول، المدينة الكبرى في الانتخابات، هي تقريبا فيها خمس الجسم الانتخابي لكامل تركيا. إذا كان ثم 60 مليون، تقريبا 12-11 مليون ناخب موجود في مدينة إسطنبول. هو جاء إلى انتخابات بلدية في 27 مارس 1994. نجح أردوغان في فترة قصيرة من حل كثير من مشكلات هذه المدينة الكبيرة، منها مشكلة المياه، حيث قام بمد أنابيب المياه لمسافة طويلة بلغت مئات الكيلومترات. استطاع حل مشكلة النفايات بنصب أحدث المنشآت لتدويرها، ومشكلة التلوث بمشروع انتقال إلى استهلاك الغاز الطبيعي. أنشأ أكثر من 50 جسرا ونفقا وطريقا سريعا في مدينة إسطنبول، تجاوز معضلة المرور والتنقل في المدينة. على فكرة إسطنبول من أكبر مدن العالم، تقريبا الرقم الرسمي قرابة 20 مليون، ولكن بين الزائرين يوميا هناك أرقام ترجح أنه يدخلها يعني في اليوم أكثر من 25 مليون ساكن. قام أردوغان باستثمارات ضخمة بلغت قيمتها 4 مليار دولار، وبذلك فتح أردوغان صفحة جديدة في تاريخ البلدات التركية، إذ نال ثقة السكان من جهة، وأصبح مثالا يحتذى في سائر البلديات. بالنسبة للانتخابات، هو بعد هذا الفوز في 97 حكم على رجب طيب أردوغان بالسجن بسبب قطعة شعرية أنشأها في أثناء إلقائه خطابا أمام الجماهير في مدينة سيرت. فصل من رئاسة بلدية إسطنبول المدينة الكبرى، رغم أن الشعر الذي قرأه ورد في كتاب صادر عن إحدى المؤسسات الحكومية وأوسط وزارة التربية الوطنية التركية المعلمين به، حتى تعرفون يعني الصعوبات التي كانت تعترض مسيرة أردوغان. خرج أردوغان من السجن، حبس 4 شهور، ثم قرر مع أصدقائه تأسيس حزب العدالة والتنمية. تأسس حزب العدالة والتنمية الحاكم الآن الذي يقود ما يسمى بتحالف الجمهور في 14 أوت 2001. تمكن الحزب من الفوز في انتخابات تشريعية عام 2002، وقتها نظام برلماني بنيل 2/3 مقاعد البرلمان، وهذا جعله مؤهل لتشكيل الحكومة بمفرده. لكن أردوغان لم يستطع الترشح للانتخابات التشريعية التي أجريت في 3 نوفمبر 2002 بسبب صدور حكم قضائي ضده مرة أخرى، واستطاع ترشح من مدينة سيرت التي أعيد فيها إجراء انتخابات في 9 مارس 2003. عمليا بدأت مسيرته في 9 مارس 2003 الحكومية، وحصل أردوغان فيها على 85% من مجموع أصوات هذه المدينة، وأصبح بذلك عضوا برلمانيا عن هذه المدينة. تولى رجب طيب أردوغان منصب رئاسة الوزراء، وشارع في تنفيذ حزب الإصلاحيات. كذلك حقق رجب طيب أردوغان بصفته رئيس الحزب العدالة والتنمية فوز كبير في انتخابات التشريعية التي وقعت في 22 جويلية 2007 بنيل حزبه 46.6% من مجموع الأصوات، وجدد أردوغان انتصاره بزيادة أصوات حزبه إلى 49.8% في انتخابات 12 حزيران جوان 2011. كما انتخب رئيس الجمهورية مجددا بنسبة 52.59% من الأصوات في آخر انتخابات 24 جوان 2018. هو تقريبا الآن فعليا بهذه العهدة الجديدة يكون أكبر أو أكثر رئيس تركي يمضي هذه الفترة. هو حتى أردوغان أتاتورك دكتور من عام 23 تقريبا إلى عام 32 تقريبا، ليس كذلك؟ 28، من 23 إلى 28 أتاتورك. لا، 23 38 يعني أكثر مدة قضاها أردوغان منتخب ديمقراطي. هذا مهم جدا، المفارقة. حتى أردوغان منذ قليل في كلمته قال توجد انتخابات صباح اليوم في تصريحه أثناء يعني قدومه إلى مركز الاقتراع، قال توجد نتائج 99 ويقصد الدول العربية، ولكن قال نحن في انتخابات ديمقراطية، نسبة مشاركة فيها أكثر من 85%، نسبة مهمة جدا، من أكبر نسب المشاركة في العالم، وينجح في نيل ثقة ناخبيه. من شو التحديات دكتور؟
رغم انه اخي حسين لو تسمح لي، يلا يعني انا يبدو انه اخونا سليم يعني ما لا اعرف كيف، يعني قلت انا اتفاعل معه وهو فهمها على انه رد وكذا، يعني في الحقيقه ويقول انه يهرول الى اتهامي او لا غير ذلك. انا لا لا انا اتفاعل معك يا اخي الكبير، فكره بفكره فقط، نحن نعم هذا مفيد عليك نعم ولا ترد علي، يعني في نهايه المطاف نحن تعرف انت تعرفني، لكن انا اقول ان تصنيف حزب العداله والتنميه هو حزب علماني بالتصنيف القانوني، وهو هويته السياسيه هو حزب علماني في نهايه المطاف، الممارسه شيء اخر. الممارسة هذا الحزب العلماني هو في حد ذاته يتبنى خيارات معينة، يحترم هوية الشعب، يحترم تقاليد الشعب إلى غير ذلك. فبالتالي ليس ما نفهمه العلماني عندنا في تونس هو نفسه المعيار الموجود هنا في تركيا. العلمانية الفرنسية يعني نرى يعقوبية، نعم نعم كليشداروغلو ايضا كان يستخدم ايضا، يعني يحاول يستخدم احاديث ويستخدم الدين والى غير ذلك. فبالتالي عن اي شيء نتحدث انا لماذا قلت انه يجب ان نفصل بين ان هناك صراع ليس هو صراعا بين الاسلاميين وبين العلمانيين، هكذا انا لا ارد عليك يا اخي الكريم، يعني لذلك اتمنى ولكن انه دكتور زبير انك لا تحول في النقاش دائما تحول الشخص معك الى عدو في نهايه المطاف، وكانك ليس لا اريد هذا، ولكن لا دكتور الى نعم على هم صحيح هو تصنيف علماني، ولكن حزب الشعب الجمهوري الحاكم كان في صراع مع الهويه، يعني تعرف تاريخيا أنه منع الأذان. نعم الآن أحمد داود أغلو أكبر مفكر إسلام، معه الآن علي بابا جان، معه حزب السعادة، كلهم إسلاميون، معه كثير من الأطراف التي تقدم له أصواتهم، ماذا ستفعل؟ ماذا ستقول عنه؟ نحن التصنيف الكلاسيكي القديم هو الذي سيدمرنا نحن. نحن الآن أمام مشروعين، مشروع الحرية والديمقراطية، مشروع الديمقراطية الذي يتبناه أردوغان من خلال تجربة عداد بندريس إلى يومنا هذا، وتجربة ما يسمى المشروع الكمالي الذي هو يؤمن من خلال التجربة السياسية التي تعود إلى مصطفى كمال أتاتورك، ولكن بأسلوب آخر. نحن أمام شقين، إذا يعني أمام قطبين في المعادلة، في معادلة الصراع في التجربة الديمقراطية في تركيا. ولذلك الآن أنا بالنسبة لي كعربي أريد أن أستفيد من هذه، هل أنا أظل أحلل التجربة الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية بعقليتي أنا، أو أسقط عليه التجربة التونسية أو التجربة المصرية وأحلله بهذه بمشاكل الديمقراطية في تونس؟ لا يمكن. وبالتالي يجب علينا أن نفكك الموضوع، نقرأه في داخله التركي، التجربة التركية. يعني أردوغان هو لم يأتي من فراغ، أردوغان لما جاء في 2002 جاء نتيجة حراك سياسي ولنضج ولتراكمات سياسية اشتغلت عليه النخب السياسية على اختلاف مشاربها، اشتغل عليه اليساريون، اشتغل عليه القوميون، اشتغل عليه الإسلاميون، اشتغل عليه الجميع، واستطاعوا أن يخلقوا ما يسمى وعيا مجتمعيا ديمقراطيا. الآن يأتي هذا المجتمع التركي والشعب التركي ويساهم في إنضاج مستقبله، ويقدم ويساهم بنسبة مشاركة عالية جدا. نعم دكتور زبير في نفس الوقت، نعم نقطة مهمة جدا هو التفاعل في نفس الوقت، أن أردوغان كما قلت تفاعل مع الواقع وخرج من النمطية الكلاسيكية. في نفس الشيء حزب الشعب الديمقراطي اليساري هذا هو حزب يساري من خلال تبنيه وضمه يعني في التحالف ليس في الحزب أحزاب محافظة، هو نفسه طور نفسه حتى لا يبقى معاديا لهوية غالبية الشعب التركي، الآن باتت واقعا معترفا به من طرف كل الاحزاب. هذا ما يهمنا نحن الان، مهم الذي يهمنا هو انه كلا الطرفين يعني يعترفان بالديمقراطيه، وهو يعتبران الديمقراطيه خط احمر. في وقت كان فيه تجربه ديمقراطيه في تركيا كانت مهدده، في كل 10 سنوات يقع انقلاب، وكانت تقع فيها مشكله كبيره جدا، يعني 1960 وقع فيها انقلاب ودمرت التجربه الديمقراطيه. في 1900 ايضا في 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 السبعينات، بدايه السبعينات كانت ايضا يعني 71 نعم 80 1980 كذلك ايضا انقلاب.
في 97 انقلب، وفي اخرها في 2015. 2016 لعلمك نعم. ان التجربه الديمقراطيه الى حد الان في تركيا ما زالت لم تنضج، وما زالت هناك تحديات كبيره عليها، ربما في يوم ما زالت هناك من يفكر بالعقليه الانقلابيه. ولذلك هنا ترى انه حتى كمال كليتشدارغلو عندما خرج واحترم خيار الشعب، هذا يعتبر يحسب له هذا الرجل، لماذا لا نقول الحقيقه؟ إذا الإشكالية لا نفسر المشاكل الموجودة في المنطقة العربية أو الديمقراطية، مشاكل الديمقراطية في المنطقة العربية نسقطها مباشرة على الوضع في تركيا. صحيح أنه نحن نستفيد منها، كأنا الآن كتونسي أو كعربي في نهاية المطاف أن تستفيد من هذه التجربة وأرى فيها ما يناسبني وأرفض ما لا يناسبني. ولكن في نهاية المطاف أنت الآن عندك تحديات، عندك الآن لاجئين، عندك سوريين الآن أصبحوا متخوفين، هناك كثير منا من يريد أن يطرد هؤلاء، هناك يعني مشكلة، هناك الخطاب العنصري الآن يعني ازداد في تركيا خلال هذه من خلال سبب عملية الاستقطاب. يعني لأن الخطاب الفاشي في العالم وفي أوروبا هو في تونس الآن. نعم. هي موجة الفاشية، نعم، تحدي كبير، لأن موجة كبيرة جدا. إذن أردوان رغم أنه قدم إلى إسطنبول، وأردوان هو الذي أعاد الماء إلى إسطنبول بعد أن كان يأتيها بعد 3 أيام، أردوان هو الذي نظف ما يسمى الخليج من الروائح الكريهة، أردوان هو الذي جعل زين إسطنبول وقدم إليه كثير. الآن إسطنبول لا تقدم له، إسطنبول لا تقف معه الآن، لا تنتخبه، انتخبت كليتشدار أوغلو. فهل نتهم أهل إسطنبول؟ هنا تحدي كبير بالنسبة إلى التجربة التركية، بالنسبة إلى أردوان في الانتخابات القادمة، انتخابات البلدية التي ستكون في 2024. كيف سيتعامل التحدي كبير التعامل مع العنصر الكردي الذي كثير من القراء يرون أن العامل الكردي هو الذي كان محددا في تقدم الطفيف لكليتشدار أوغلو في الدورة الأولى والدورة الثانية في إسطنبول. يعني عندك قرابة أكثر من 10% أصوات، 10% أصوات لصالح الأكراد، هذا تحدي كبير أمام العدالة والتنمية. تحدي كبير، وهذا الحقيقة يعني أنتم عندما ترى أنه أو إسطنبول لديك فيها عدد كبير من الأكراد. نعم. لذلك على حزب العدالة والتنمية أن يعيد صياغة خطابه السياسي تجاه المسألة الكردية، أرى هكذا، أنا تصورت، وكثير منهم يتحدثون معي وأقول لهم لا بد من إعادة إنتاج خطاب جديد تجاه المسألة الكردية بشكل آخر، يعني حتى يتم أن هؤلاء لابد احتضانهم بطريقة أخرى. لماذا يذهب هؤلاء مع أنه الشعب الكردي هو شعب محافظ وشعب أيضا محب لدينه، وأنا أعيش في منطقة أرى أن هؤلاء كيف هم يحبون الدين، يعني أغلب العلماء تقريبا من الأكراد، أغلب الذين يتكلمون اللغة العربية من الأكراد، يعني فلذلك لابد، ورغم ذلك وهم يصلون أنه يعطي صوتهم إلى حزب الشعوب الديمقراطية. لماذا؟ السؤال هنا لابد يجيب عليه حزب العدالة والتنمية، وتجيب عليه يعني القوى المحافظة التي تعمل من أجل الحرية والديمقراطية. بالتالي هنا أنا أرى أن التحدي القادم في انتخابات 2024، يعني أنا أعتبر انتخابات إسطنبول محددة ومهمة جدا، من يحكم بلدية إسطنبول يحكم تقريبا أغلب البلديات، لأن مع بلدية إسطنبول، إسطنبول هي التي تمثل خمس الجسم الانتخابي، يعني إسطنبول فيها 25%، وهي العاصمة الاقتصادية وكل الحركة الاقتصادية تتحرك فيها. إسطنبول التي وضع فيها أردوان أفضل مطار في العالم الآن. رغم ذلك أنا أريد وجه رسالة إلى السياسيين العرب، لا تغتر بإنجازاتك مهما قدمت، فإنك يجب أن تبحث كل يوم، لابد أن تحسن من وضعك. أردوان على الرغم من أنه قدم كثير، الآن الفارق بينه وبين كليتشدار أوغلو 2.5 مليون، يعني شو هو، مش ليس كبيرا مع العلم، يعني حتى لا نضخم العمليه، اقل من 2.5 مليون، اقل قليلا، نعم، يعني النسبه ليست كبيره جدا. وبالتالي هنا اريد ان اقول انه العالم كله بدا، صحيح انه اردوان الان يمثل قلق بالنسبه للغرب، يمثل قلق بالنسبه، لماذا؟ لانه مشروع اردوان هو مشروع يتبنى الامه كخيار، ويتبنى ما يسمى مشروع تركيا المستقلة ذات السيادة، تركيا التي نعم. حقها دكتور جبير نواصل، هي ماذا تريد؟ في كلمة، لأنه سأرفع أذان صلاة العشاء، في كلمة رجاء. نعم، أنا أقول لك أنه الآن المعادلة الآن بالنسبة إلى تركيا في المرحلة القادمة هي كيف ستتعامل في الإقليم، وكيف ستتعامل أيضا مع منظومة النظام العالمي الذي نعم. يريد أردوان أن يتجاوزه. هذا هو التحدي الكبير لأردوغان في المدة القادمة.